طب تعالوا نقف شويه عند المباراه الاولى دي. وطبعا تاريخيا احنا منتخبنا واجه منتخب موزمبيق 3 مرات قبل كده في 3 مناسبات مختلفه، وبالصدفه البحته فاز في الثلاثه بنفس النتيجه تقريبا 2-0 لو انا مش غلطان. الى اي درجه ممكن نعول على حاجه زي كده، ولا التاريخ ملوش قول في الملعب وقت المباراه؟ لا يعني، يعني احنا كعبنا اعلى عليهم، احنا لعبتنا اقوى، لعبتنا احنا عندنا لاول مره 7 8 لعيبه محترفين. الحاجه الثانيه لعيبه الباقيه كلها من النادي الاهلي، ودي حاجه قويه جدا. الاهلي والزمالك وبيراميدز الانديه اللي بتلعب بطولات افريقيا، ففي احتكاك قوي، ففي جاهزيه للعيبه كويسه. لكن المباراه الاولى مفتاح ليك للمجموعه، لان انت المجموعه فيها رانه في الوسط. يعني انت بتلعب المباراه الاولى والمباراه التالتة أضمن وأقل قوة من غانا، برغم إن غانا مش غانا المخيفة بتاعت زمان. وعندك كيف فيردي كمان. راس الأخضر دي على فكرة دي فرقة متميزة وفرقة طالعة، ويعني علشان كده بقول لك المباراة الأولانية من منتخب مصر إن شاء الله مكسب لازم، يعني لأنه ده المفتاح بتاعنا. إحنا أعلى فنيا، إحنا أعلى تاريخا طبعا في الكورة، وكمان فنيا، واحنا اعلى جاهزيه منهم في الوقت الحالي.